السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الشاشة ظاهرة قدامكم كده ولا؟ أيوة. ماشي. احنا النهاردة هنبدأ هنتكلم على السيديمنتيشن اللي هو الترصيد. احنا المرة اللي فاتت كنا بدأنا نتكلم على مراحل تلقية المية، وده اللي باين قدامكم ده دايجرام لتنقية المياه، واضح من أول الانتيك. وقلنا بعد كده بندخل على الرابيد ميكسينج وشرحنا تصميمه، وقلنا الغرض منه اللي هو إزالة ومعادلة الشحنات الكهربائية الموجودة على الجزيئات. ليه؟ لأن الجزيئات عاوزة وقت كبير عشان تترص، فاحنا عاوزين نحولها لجزيئات كبيرة اللي هي الفلوكس اللي هي بتترص، لازم نمررها بمرحلتين اللي هو الكواجوليشن والفلاكوليشن. الكواجوليشن اللي هي إزالة ومعادلة الشحنات الكهربية، وده بيتم في الرابيد ميكسينج، وشرحنا تصميم الرابيد ميكسينج وأنواعه سواء ميكانيكال أو هيدروليك. بالنسبة بعد كده بناخد الجزيئات بعد ما تم إزالة الشحنات ونوديها للفلاكوليشن اللي عملية السلو ميكسينج. السلو ميكسينج بيتم فيه ان الجزيئات بتتحد مع بعضها وتكون جزيء كبير بارتكل او الفلوكس اللي هو له وزن نوعي كبير وله حجم كبير. بعد كده بندخل على عملية السيديمنتيشن. السيديمنتيشن بقى اللي هي المرحلة اللي بعدها، الجزيء اللي هو تكون ده بناخده عاوزين نفصله من المية او نعمله ترصيب. السيديمنتيشن نسميها كلاريفاير، الجهاز هو خزان كبير بيسمح للبارتكل الجزيئات انها تترسب فيه. خزان زي ما انتم شايفين الصورة، الخزان ممكن يبقى مستطيل او يبقى سيركولر دائري. بيستخدم الجاذبية فقط في ترسيب الايه الجزيئات، يعني الجزيئات بيبقى الوزن النوعي بتاعها اكبر من الوزن من الميه فبتترسب فيها. ده شكل دايجرام لخزان ترسيب. الميه بيقطع يا دكتور. طيب ماشي. ثانية واحدة وانا نشوف نكمل بقى. الخزان الموجود قدامنا دلوقتي ده دايجرام مبسط لخزان الترسيب، عبارة عن مياه بتدخل من الشمال فيها الرواسب البارتكل اللي هي الكور المدورة ديت الجزيئات اللي اتكونت في عملية الفلاكوليشن بوزنها، وبتبدأ تترسب وتوصل للقاع. القاع احنا بنعمله دايما مائل عشان الجزيئات دي تنزل وتترسب في مكان محدد نقدر نجمعها اللي هو السلاج اللي في الاسفل. بعد كده الميه بتخرج من مجموعه هضارات بقى بدون ايه الرواسب اللي هي موجود فيها، ممكن يخرج معاها الجزيئات الدقيقه جدا اللي ما اترسبتش في الخزان. هي يبقى في هنا مجموعة تعريفات بقى للسيديمنتيشن. السيديمنتيشن سيباريشن اتلايزنج جرافيتيشنال سيتلينج، هي عملية فصل الجزيئات بتتضمن
ترسيب بالجاذبية لإزالة رموف سسبندد السيدمنتيشن عملية فيزيائية، يعني ما فيش فيها أي إضافات بنضيفها أو بنستخدم مواد كيميائية، هي عملية طبيعية بتتم. الجزيئات اللي لها وزن نوعي أكبر من الوزن النوعي بتاع المية بيتم إزالتها. والعملية دي برضه بروسيس ديسكرايب، ممكن لها وصف تاني، إنها بنسمح للجزيئات إنها تترسب تحت تأثير وزنها في خزان الترسيب. طب الغرض من عملية السيدمنتيشن إيه؟ اللي هي البيربز بتاعها. أول حاجة إزالة 80 ل 85 من السسبندد سوليد والكولايدر المطر اللي هي المواد العالقة في حالة البلين سيدمنتيشن، يعني الترسيب الطبيعي ما بضيفش أي مواد كيميائية. إزالة من 85 ل 95% من السسبندد سوليد والكولايدر المطر في حالة الكيميكال سيدمنتيشن. الكيميكال سيدمنتيشن يعني إيه؟ يعني في عندي قبلها كواجوليشن وفلاكوليشن. البلين سيدمنتيشن اللي هي الأولانية ما عنديش قبلها كواجوليشن وفلاكوليشن، يبقى عملية ترسيب لو أنا هرسب المواد بدون كواجوليشن وفلاكوليشن لو جزيئات كبيرة بتشيل 80 ل 85%. لو أنا بستخدم مواد كيماوية يعني بعمل كواجوليشن وفلاكوليشن، يبقى عملية السيدمنتيشن ديت بتشيل من 85 ل 95%. الابليكيشن بقى هي البلين سيتلينج اوف سيرفيس بيريور تو تريتمنت، الترسيب قبل الرابيد ساند فلتريشن. يبقى بنعمل بلين سيدمنتيشن لو الميه فيها مثلا حبيبات رمل، بلين يعني بلين سيتلينج يعني ترسيب الميه بدون مواد كيميائيه، يعني لو العوالق اللي فيها حبيبات رمل سلت قطرها كبير فبنعمل لها بلين سيدمنتيشن. برضو بتستخدم للسيتلينج اوف كوجلانت اند فلاكوليتد ووتر لترسيب الايه الجزيئات اللي تم عمليه كواجوليشن وفلاكوليشن لها قبل الرابيد ساند فلتريشن. السيتلينج اوف كوجلانت اند فلاكوليتد ووتر برضو في عمليه اللايم سودا اللي ساعات بالميه بنعمل لها سوفتنينج. السوفتنينج ده اللي هو ازاله عصر الميه، فبنستخدم برضه مواد مروبة وبنضيفها وبنعمل عملية سيدمنتيشن. برضه ترسيب برضه العوالق الموجودة في عملية إزالة الحديد والمنجنيز. في بعض المياه الجوفية بيبقى عندي في تركيز عالي للحديد والمنجنيز، فبنستخدم برضه خزانات الترسيب بعد بعض الإضافات الكيميائية لإزالة الإيه العوالق دي. بالنسبة لي ده برضو شكل خزان الترسيب. هنبص لها من الشمال داخل الانلت في حائط كده في مجموعة ثقوب، ده عشان يوزع المية بالتساوي على عمق الخزان عشان ما يبقاش فيه مناطق ميتة. يبقى أنا أي خزان سيدمنتيشن عشان أستفيد منه المفروض ما يبقاش فيه ديد زون وما فيش فيه شورت سيركت. ديد زون ان ما يبقاش في مناطق غير مستخدمه من الخزان، فالميه لو دخلت من فوق بدون الحائط الموجود ده هتتنيتها ماشيه في مسار افقي لحد ما تخرج من الهضار، فالجزء اللي تحت ده كله هيبقى فيه جزء غير مستخدم. فبنعمل حائط راسي في مجموعه ثقوب يوزع الميه على كامل عمق الخزان بحيث ما يبقاش في مناطق ميته وما يبقاش في شورت سيركت اللي هو مسار اللي هو قصير، يعني ما تخرج في أقصر مسار ممكن وتسيب الخزان. يبقى أدي المدخل، يبقى في حاجة عندنا كده بنسميها ترتيبات دخول المية وهنتكلم عنها بعد كده، بحيث إنها تقضي على الشورت سيركت اللي هي المسارات القصيرة وتقضي على الديد زون اللي في الخزان. بعد كده المية بتمشي الجزيئات، الجزيء بيبقى ماشي مع المية بسرعتها، السرعة الأفقية فيه هوريزونتال وسرعة ترسيبه فيه فيرتيكال أو فيه سيتلينج، فبالتالي الجزيء الكبير هيترسب في الأول، الجزيء الصغير هيترسب في آخر الخزان. بعد كده بيبقى فيه حيز الجزء تحت ده كده اللي هو منخفض، ده بنسميه السلادج أوبر أو حيز الرواسب، وده عشان الرواسب تتجمع فيه ونبدأ نسحبها ونتخلص منها. المية بقى هتخرج على اليمين في الأوتلت، هنلاقي معمول الماسورة وقبلها في هضار. الهضار ده عشان يسمح برضه بسحب المية بصورة متوازنة
وما يحصلش برضو ديد زون او شورت سيركت، يبقى بيسحب الميه على كامل عرض الخزان وبيخليها تخرج بانتظام. يبقى ده المخطط بتاع الايه، خزان ترسيب ريكتانجل. طيب انواع بقى عمليه السيدمنتيشن، يبقى التايب اوف سيدمنتيشن، ونسمي السيدمنتيشن اللي هي عمليه اللي هي الترسيب، يبقى السيدمنتيشن او السيتلينج هو مرادف لكلمه الترسيب. فعندنا انواع كتير من السيدمنتيشن او السيتلينج، احنا هنتكلم على نوعين بس، وفي يعني خلال المقرر بتاعنا ده. اول حاجه التايب 1 سيتلينج اللي هو بلين سيدمنتيشن، اللي هو الترسيب الطبيعي بدون إضافة أي مواد كيميائية عشان نعمل كواجوليشن. يبقى عندي جزيئات زي حبيبات الرمل، الزلط، السيلت، الحبيبات ديت لها خاص إنها ثابتة في الشكل، حتى لو عملت كواجوليشن وفلاكوليشن مش هتديني جزيء كبير، مش هيتغير شكلها ولا حجمها، والجزيئات دي بتترسب بسهولة مش محتاجة عملية كواجوليشن وفلاكوليشن. يبقى البلين سيدمنتيشن ذا سيتلينج اوف ديسكريت نون فلاكولنت بارتكل، يبقى عمليه ترسيب الجزيئات اللي هي الديسكريت ديت، اللي هو الجزيء اللي هو قابل للترسيب، اللي بيترسب لوحده، اللي هو ما بيتغيرش شكله ولا حجمه ولا الوزن النوعي بتاعه، اللي هو الجزيئات الثابته، اللي هو الديسكريت جزيء ثابت، اللي هو ما بيقبلش عملية by the action of natural force، يبقى ترسيب الجزيئات الثابتة الغير التي لا يتم عمل لها فلاكوليشن، اللي هي ما بتقبلش حتى الفلاكوليشن في بواسطة الجاذبية فقط أو القوة الطبيعية فقط. وده مثال لها اللي هي حبيبات الرمل، حبيبات الزلط، السيلت. دي لو عملنا كواجوليشن فلاكوليشن هي حبايه الرمل، هي حبايه رمل، مش هتبقى حبايتين هيتجمعوا مع بعض كونوا حبايه اكبر. ففي الجزيء ده بنسميه ايه، ديسكريت بارتكل، او الديسكريت بارتكل ايه اللي هو بيترسب لوحده وما بيحتاجش وما بيتمش له ترابط ما بين الجزيئات، يعني الجزيء بيترسب كجزيء منفصل وما بيحصلش له شينج ان سايز، الحجم، الشكل اللي هو الشيب والسبيسيفيك جرافيتي مع الوقت. امثله بقى للجزيء ده اللي هو البرين سيدمنتيشن او استخدامها، البرين سيدمنتيشن بتاع السيرفيس ووتر والسيتلينج اوف ساند بارتكل ان جريت ريموفال شامبر، وترسيب الرمل في غرفه ازاله الخبث او الرمال. ده أول نوع، يبقى الترسيب الطبيعي ده ترسيب الجزيئات اللي شكلها وحجمها ووزنها النوعي ما بيتغيرش مع الوقت، وده بتتم ترسيبها بواسطة القوة الطبيعية فقط، يعني بواسطة وزنها فقط، إنها الوزن النوعي بتاعها أكبر من الوزن النوعي للمية فبتتحرك في المية وتترسب لأسفل. الجزيء ده بنسميه اللي هو الديسكريت بارتكل. إيه هو الديسكريت بارتكل؟ هو الجزيء اللي شكله وحجمه والوزن النوعي بتاعه ما بيتغيرش مع الوقت. زي ايه؟ زي حبيبات الرمل، الزلط، وهكذا. بيستخدم التايب 1 سيتلينج ده في ايه؟ ترسيب الرمل في خزانات ازاله الرمال اللي هي جريت ريموفر شامبر، او الترسيب الطبيعي للماء. النوع الثاني التايب 2 سيتلينج اللي هو النوع الثاني من انواع الترسيب، اللي هو الكيميكال سيدمنتيشن. الكيميكال سيدمنتيشن يتم استخدام مواد مروبة اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، الجزيئات الصغيرة بيتم عمل عملية كواجوليشن وفلاكوليشن لها عشان تكون جزيء كبير بيتم ترسيبه بسهولة، يبقى دي بنسميها الكيميكال سيدمنتيشن. الجزيء بقى اللي بيترسب فيها ده بنسميه الفلاكوليتنج بارتكل، اللي هو الجزيء المروب. وده الجزيئات بقى اللي هي ايه؟ الخواصها بتتغير، يعني احنا قلنا الكولايدر مطر اللي هي الصغيره جدا
بنعمل كواجوليشن ونزيل الشحنات وفلاكوليشن عشان نكون الفلوكس. يبقى الجزء كان جزء صغير اتجمعه وكونه جزء كبير. يبقى الفلوكريتنج بارتكل ده هو الجزيئات السيرفيس بروبرتيز خواصها بتتغير، زي حجمها بيتغير من جزء صغير لجزء كبير، شكلها والوزن النووي بتاعها بيتغير كل ايه ما نكون جزيء اكبر. يبقى التايب 2 سيتلينج اللي هو بيتم استخدام مواد مروبه لتكوين جزيئات كبيره ترسب فيه، والجزيء اللي هو بيترسب ده اللي هو الفلاكوليتنج بارتكل او الفلوكس، والبارتكل اللي خواصه الطبيعيه بتتغير مع الوقت، يعني الجزيء شكله حجمه والوزن النوعي بتاعه بيتغير. يبقى دول النوعين بتوع السيدمنتيشن اللي هندرسهم، اللي هو النوع اللي هو البلين اللي هو شكلها ما بيتغيرش الثابته، والكيميكال سيدمنتيشن لترسيب المواد اللي بيتم تغيير شكلها مع الوقت، فبنضيف ماده كيماويه عشان نكون جزيء كبير. البلين هنتكلم بقى دلوقتي على اول حاجه اللي هي البلين سيدمنتيشن. البلين سيدمنتيشن زي ما كنا ما بنقول انها عندي جزيء زي حبايه الرمل، لما نبص في الشكل اللي تحت ده هنلاقي فيه جزيء اللي هو مدور، ده الجزيء بتاعي موجود في الميه. ايه هي القوه اللي بتاثر بقى على الجزيء اللي هو موجود في الميه؟ يبقى ده جزيء بيترسب تحت تاثير وزنه او تحت تاثير قوى الجاذبيه. يبقى عندي جزيء رمل له وزن، يبقى اول قوه ذا فورسز اكتنج ان بارتكل اللي هي الجزيئات القوه اللي بتاثر على الجزيئات الجرافيتي، قوه الجاذبيه، ودي اتجاه الاسفل زي ما احنا شايفين اللي هي اف جرافيتي. يبقى اف جرافيتي ذا فورس ديو تو جرافيتي. تاني حاجه الجزيء وهو نازل لتحت وموجود في سائل اللي هو الميه مثلا، الميه بتحاول تعمل مقاومه، فبيبقى في قوة سحب، يبقى اللي هي الدراج acting in the upward direction. يبقى ال F drag دي قوة سحب على الايه الجزيء، يعني هو بيتحرك لأسفل في مقاومة من المية، المقاومة دي بنسميها قوة دراج. F دي the drag force. بعد كده هو نازل حبات الرمل ديت عملت إزاحة لكمية من المية، فبقت خدت حجمها، فبقى في القوة دي بقت قوة مقاومة الأعلى بنسميها قوة التعويم. يبقى الباونسي فورس اللي هي الاف بي، يبقى ودي اتجاهها لأعلى. يبقى أنا مثلا عندي لو اتكلمنا على سفينة أو مركب، بلاقي إن عندي القوة وزن السفينة مثلا كذا طن، السفينه دي بتعمل ازاحه لكميه من الميه، فبالتالي لو لقيت قوه الباونس دي كميه الازاحه دي اكبر من الجرافيتي السفينه بتعوم. لكن لو حصل ان السفينه اتملت ميه، حصل خرم في السفينه زي ما بنشوف في الافلام، بص لا تبدا تتملي ميه وتبدا تغرق. ليه؟ لان خلاص الازاحه بتاع الميه بقت موجوده، بقى وزن السفينه ومفيش مقاومه لقوه التعويم، فالسفينه بتغرق. ده اللي بيحصل. يبقى انا لو عندي قوه التعويم اكبر من قوه الجرافيتي الجزيء مش هيترسب، وده اللي بيحصل مع العوالق الصغيره اللي بنعمل لها فلاكوليشن. لكن الجزيئات الكبيره زي الرمل والزلط هنلاقي الوزن النوعي بتاعها اكبر، فبالتالي بتتغلب على قوه الايه الباونسي اللي هو قوه التعويم. طيب يبقى الاف معلش يا دكتور، ممكن الاف بي تاني كده؟ الاف بي اللي هي الباونسي فورس. يبقى انا عندي هقول لك المثال بتاع المركب، انت بتشوف المركب له جسم تحت الميه، ايه اللي بيعوم المركب ده؟ له وزن شامل وزنه والحموله اللي عليه. طب ايه اللي بيخليه يعوم فوق الميه؟ اللي هو قوه التعويم، ان هو عمل ازاحه الجزء بتاع المركب بقى اللي تحت الميه ده له حجم معين، عمل ازاحه للميه. هنفترض 1000 متر، يبقى عمل ازاحه ل 1000 متر، بقى عندي دلوقتي ان المركب لو هو وزنه ال 1000 متر ده يعني 1000 طن، لو المركب وحمولته اقل من 1000 طن هيعوم، لكن لو المركب وحمولته ازيد من ال 1000 طن ايه اللي هيحصل؟ المركب هيغرق. فالباونس ديت اللي هي قوه التعويم.
او ازاحه الميه مقابل حجم الجسم. طب والاف الاف دي كده تعبر عن ايه كده؟ الدراج فورس قوة السحب، يعني الجزيء ده بقى ما هواش ثابت في الميه، ما احنا قلنا الجزيء بيترسب لاسفل، ففي وهو بيترسب لاسفل في قوه بتعمل مقاومه لنزول الاسفل، في قوه احتكاك ما بينه وما بين الايه الميه، فالقوه دي بنسميها قوه السحب، بتبقى قوه سحب عكس اتجاه الحركه، زي ما كنا بنتكلم في البدلز كنا بنقول في دراج فورس اللي هي قوه السحب ما بين البدال والميه، لان البدال بيتحرك بسرعه غير الميه، ففي مقاومه للميه، فقلنا دي اسمها ايه دراج فورس. هنا برضو الجزيء هو نازل لاسفل بسرعه منتظمه، اللي بيحصل الميه نفسها بتقاوم نزوله، فبيحصل في قوه احتكاك ما بين الميه وما بين الجزيء، فده نزول لتحت، القوه دي بنسميها اللي هي قوه السحب اللي هي الدراج فورس. طيب هنمثل تمام القوه دي بايه؟ الاف جرافيتي اللي هي ذا فورس ديو جرافيتي، لما نجيب بقى القوه الجاذبيه اللي هي وزن الجسم اللي هو الرو سوليد، الوزن النوعي بتاعه في الجي عجله الجاذبيه في حجم الجزيء، يبقى دي وزن الايه الجزيء اللي تحت اللي هو قوه الجاذبيه. طب الباونسي القوه التعويم بقى، هي عباره عن الرو ووتر في الجي في الفي بي، الفي بارتكل لانه تم عمل ازاحه لكميه ميه، الجزيء ده موجود في الميه، طب مكانه كان فيه ميه، طب الجزء ده اللي احنا شلته ده وزنه قد ايه؟ اللي هو الووتر في الجي في الفي بي، يبقى انا عندي لو في جي اللي هي القوه بتاع الجرافيتي اكبر من الفي باونسي الجزيء هينزل، طب لو الفي باونسي اكبر ايه اللي هيحصل؟ يعني الكثافه بتاعت الجزيء نفسه اقل من كثافه الميه، الجزيء هيعوم، يبقى ده القوتين اللي عندي. هنيجي بعد كده يبقى الجزيء زي ما احنا شايفينه برضه هنا في اليمين عليه قوة الجاذبية لأسفل، قوة التعويم لأعلى، وقوة السحب لأعلى. طب القوة اللي هي بتسحب بقى الامبلينج فورس، القوة اللي هي بتخلي الجزيء ينزل، القوة اللي هي بتاع الجزيء لأسفل، يعني الفرق ما بين الفي جي اللي هي الوزن والباونسي، يبقى القوة اللي هتخلي الجزيء ينزل يتحرك في المية اللي هي الاف 1 اللي بنسميها امبلينج فورس اللي هو قوة السحب الاسفل، عبارة عن الفرق ما بين الاف جي والاف بي، وزي ما قلنا لو الاف بي اكبر من الاف جي يبقى الجزيء مش هينزل لتحت هيطلع لفوق، فبتساوي الرو اللي احنا من قبل كده لو قلنا الاف جي بتساوي الرو سوليد في الجي في الفي بي، والاف بي الرو ووتر في الجي في الفي بي اللي هو حجم البارتكل، يبقى الاف 1 عباره عن الفرق ما بين الاثنين، هناخد عامل مشترك يبقى الرو سوليد ناقص الرو ووتر في الجي اللي هي عجله الجاذبيه في الفي بارتكل اللي هو حجم الجزيء. هنيجي برضو حجم الجزيء اللي هو باي دي سكوير على 6، والجي الجي اللي هي الاكسلريشن ديو تو جرافيتي. طب ادي القوه الاولانيه اللي بتاثر اللي بتسحب لتحت، طب ايه هي القوه اللي بتاثر وتسحب لفوق اللي هي بتعاكس الحركه اللي هي الدراج فورس؟ انا عندي الدراج فورس الاف دراج، يعني احنا كنا برضو خدناها في اللي هي بتاع البدال، هي نفس الكلام اللي هي سي دي، ده معامل بيعتمد على نوع السائل ونوع الجزيء اللي بيترسب فيه. الاريا بارتكل اللي هي المساحه السطحيه للجزيء اللي هي العموديه على المسار، في الروتر اللي هي كثافه الميه مضروبه في الاف سيتلنج تربيع اللي هي سرعه الترسيب لاسفل على 2، يبقى دي الدراج فورس. يبقى الدراج فورس عباره عن السي دي اللي هو معامل الاحتكاك، وبس هنلاقي هنا ما فيش معامل ثابت هنحسبه، ده بيعتمد على السائل وعلى نوع الجزيء، هنساوي الاثنين ببعض يبقى عندي القوة السحب الأسفل بتساوي قوة السحب الأعلى اللي هي الدراج فورس، هنساوي الاثنين ببعض هتساوي الرو سوليد ناقص الرو ووتر في الجي في الفي بارتكل بيساوي النص سي دي الاي بارتكل رو، هنساوي الكلام ده ونحط حجم الجزيء اللي هو الفي بارتكل اللي هو باي دي تكعيب على 8، ونحجم الجزيء اللي هو باي دي سكوير على 4 ونساويهم ببعض، هيطلع عندي قانون
اسمه ستوك لو، اللي هو قانون ستوك لحركة الزئات في المية. القانون ده بيقول لي ايه؟ الفي سيتلينج بيساوي جي، اللي هي عجلة الجاذبية، في الرو سوليد كثافة الجزيء ناقص كثافة المية مضروبة في الدي بارتكل، قطر الجزيء تربيع مقسوم على 18 على ميو اللي هي الفيسكوستي. طيب السي دي ده بيعتمد على ريلوندس نمبر او رقم رينولد. احنا في بيبقى الفلو لونجتوديال او طولي، ما هواش مشتت، لان لو مشتت الجزيئات مش هتنزل، فبيبقى زي ما انت درست في الهيدروليك ريلوندس نمبر اقل من واحد، يبقى ده لونجتوديال فلو او مسار طولي. ففي الحالة دي السي دي هنعوض بيها 64 على الار اي اللي هو رقم رينولد. طب رقم الار اي ده بقى يساوي ايه؟ بيساوي الفي سيتلينج على الفي اللي هي الكايناماتيك فيسكوستي، والكايناماتيك فيسكوستي هتساوي الايه؟ الدي بارتكل، الدي اللي هو قطر البارتكل في الرو ووتر على ميو. هنعوض بيهم فوق بقى، هناخد الار اي نعوض بيه في السي دي، العلاقه اللي هي السي دي بتساوي 64 على الار اي، هيدينا قيمه له، هنحطها في العلاقه اللي فوق اللي احنا قلنا العلاقتين اللي مساويينهم ببعض، يبقى هيدينا قانون ستوك. قانون ستوك ده من القوانين المهمه اللي بيتم بيه حساب سرعه الترسيب لاي جزيء وفقا للوزن النوعي بتاعه وقطر الجزيء. يعني انا ممكن احسب سرعه الترسيب لاي حبايه رمل حبايه زلط لو انا عرفت قطرها وعرفت الوزن النوعي بتاعها وعرفت نوع، وهي في سائل معين يبقى عارف الميو بتاعته، يبقى ممكن احسب سرعه الترسيب بتاع الجزيء، فبالتالي اقول ان انا اصمم الخزان على وقت قد ايه بحيث ان هو اضمن ازاله الجزيء ده. والقانون ده من القوانين المهمه، ودايما في اي امتحان بنقول لك ايه؟ اثبت او بروف ستوك لو، اللي هو اثبات قانون ستوك، يبقى الاثبات بتاعه اللي هو الكلام اللي احنا قلناه ده. طيب هنيجي بقى نتكلم على مكونات الخزان، يبقى الـ elements of sedimentation tank. الـ sedimentation tank بنسميه دايما بيبقى ideal sedimentation tank، يبقى الفلو فيه بيبقى منتظم وثابت ونموذجي. الايدرال سيدمنتيشن تانك بيتكون من اربع مناطق. يبقى لما نتكلم على اي خزان ترسيب، احنا شايفين ادي خزانين اهم فوق بعض. الخزان الاولاني ده الريكتانجل اللي هو المستطيل، والخزان اللي تحت ده اللي هو الخزان الدائري. هنلاقي اي خزان من الاثنين دول مكون من اربع حاجات. اول حاجه اللي هي انلت زون، منطقه دخول الميه، اللي هنبص على الشمال كده اللي هي الماسوره اللي هي السهم اللي جاي، اللي هي منطقه الدخول ده، وبنعمل في منطقه الدخول مجموعه من الاحتياطات بنسميها انلت ارانجمنت، ترتيبات دخول الميه، عشان نضمن زي ما انتم شايفين كده الميه بتتوزع على مجموعه فتحات فبتمشي في مسارات فوق وتحت في الخزان، ما يبقاش في حاجه اسمها ديد زون. يبقى اول حاجه الانلت زون. اتنين اللي هي خروج المي، الاوتلت زون، بنعمل برضو احتياطات في المنطقه ديت او اوتلت ارانجمنت، ترتيبات لخروج الميه، غالبا بنعمل هضارات وير بحيث ان الميه تخرج منها، بحيث انها تجمع الميه على كامل عرض الخزان وما يحصلش برضو زي ما يعني احنا شايفين اهو الميه بتمشي في كل المسارات، فمفيش ديد زون، مناطق ميته. يبقى ادي الاوتلت زون، اوتلت زون. تالت حاجه السيدمنتيشن زون، اللي هي هنا السيتلينج زون اللي بيتم فيها الترسيب. يبقى لازم يبقى في الخزان في جزء بقى اللي هو اللي عشان يتم فيه الوظيفه الاساسيه بتاع الخزان، اللي هي السيتلينج زون، اللي هي الجزيئات بتقعد فتره من الوقت بحيث انها كافي بحيث انها تترسب لاسفل. بعد كده في حاجه في اسفل الخزان اللي هي السلادج زون. السلادج زون اللي هي منطقه تجميع الرواسب، الجزيئات اللي اترسبت دي راحت فين؟ اتجمعت في قاع الخزان. يبقى لازم في طريقه ان احنا نتخلص من الجزيئات ديت ونخرجها من الخزان،
يبقى اي خزان ترسيب ترسمه او بتصممه لازم أن تتأكد من وجود الاربع حاجات دول: منطقة الدخول وترتيباتها، منطقة الخروج وترتيباتها، المياه هتخرج ازاي، منطقة اللي بيتم فيها الترسيب وتكون كافية لترسيب الجزيئات اللي انا عاوزها، المنطقة الرابعة منطقة تجميع الرواسب اللي هي السلاج زون، لازم أن تكون مصممها بحيث ان انا اقدر اجمع فيها الرواسب وتاني حاجة اسحب منها الرواسب واتخلص منها. يبقى ديت الخزان بيتكون من اربع حاجات اساسيين: منطقه دخول انلت زون، منطقه الخروج الاوتلت، منطقه الترسيب السيدمنتيشن زون او السيتلينج زون، منطقه السلادج اللي هي منطقه تجميع الرواسب. الايدر سيدمنتيشن تانك ايه هي الشروط بتاعته بقى؟ يعني قلنا الايدر سيدمنتيشن تانك بيتكون من اربع حاجات اللي هي المدخل والمخرج وحيز الترسيب وحيز الرواسب. طب عشان نقول ايدر سيدمنتيشن تانك ونصمم خزان نموذجي للترسيب، يبقى لازم في كذا اشتراط. اول حاجه ذا فلو از لامينير فلو، يبقى اتجاه السريان فيه طولي، ما يبقاش فيه تقليب في خزان الترسيب. يعني تخيل لو فيه تقليب ايه اللي هيحصل؟ هيسحب الرواسب وهتقلب مع الميه، هتطلع مع الميه. يبقى لازم الفلو يبقى لامينير، مفيش فيه ديد زون، مفيش مناطق ميته في الخزان. يعني غير ميته يعني ايه؟ يعني ما بيتمش استخدامها، يبقى الميه بتدخل وتخرج والجزء ده في جزء ما بيتغيرش ميته، يبقى دي ما اسمها ديد زون. وقلنا بنعمل ترتيبات الدخول والخروج عشان نقضي عليها. السرعه الافقيه للجزيئات تبقى ثابته، يبقى الجزيء بيمشي بسرعه في هوريزونتال بنحافظ عليها بحيث ان يبقى نضمن ان الجزيء ده هيفضل مش هيطلع مع الميه، لان لو السرعه الافقيه زادت هيمشي الجزيء ويطلع مع الميه. فاحنا بنقول ان السرعه دي ما تزيدش عن حد معين، وغالبا 3 من 10 متر في الدقيقه، وده هنقوله بعدين، بحيث ان احنا نضمن ان الميه ما تخرجش ومعاها الرواسب. بعد حاجه اخر حاجه اللي هي الجود ارانجمنت اوف انلت اند اوتلت وي، يبقى ترتيب كويس او الترتيبات الجيده لدخول وخروج الميه اللي هي للمدخل والمخرج. يبقى ديت الايدرال سيدمنتيشن تانك، خزان الترسيب الجيد او المثالي، لازم نحقق فيه الشروط دي. طيب دكتور، ايه انواع الديد زون يعني كده؟ الديد زون احنا شايفين الخزانين اللي قدامنا دول في خطوط للميه زي ما انت شايف كده، المياه داخله من ماسوره الدخول والقل الزون وخارجه من الهضاب. لو المياه ما عملتش انا الحائط الراسي ده اللي بعد القل الزون ده، ايه اللي كان هيحصل؟ المياه كانت هتمشي في المسار العلوي ده لحد ما تروح لحد الهضاب، وهيبقى الجزء اللي في اسفل ده مفيش فيه تغيير، المياه هتبقى في مياه بس ما بيحصلهاش، ما بتتحركش. فبقت الحته اللي هي اسفل الماسوره اللي هي ماسوره الدخول دي كانت هتبقى ايه؟ ديد زون. يبقى دي منطقه ميته في الخزان غير كلام تحت الهضارات اللي هي مهضارات الخروج دي. ما الميه لو مشيت افقي ايه اللي يحصل؟ يبقى الجزء اللي تحت ده اللي تحت الهضاره ده غير مستخدم، يبقى بقت دي برضه اسمها ايه؟ ديد زون، اللي هي ايه؟ منطقه ميته في الخزان. انا مثلا مسار الميه بتاع هنبقى نوضحه، هنزل لكم رسمه للديد زون والشورت سيركت. طب الديد زون، طب الماوس بتاعي ظاهر عندكم؟ بيظهر هو حاليا مش ظاهر، هو بيظهر ويروح. طب ماشي، هو ادي الماوس لو هو ظاهر قدامك، الميه بتدخل اهي من ماسوره الدخول وبتمشي لو مشيت في الاتجاه العلوي ده لحد ما تخرج من الهضار. طيب اقصى حاجه في المسار هنبص نلاقي الماوس هتمشي وتنزل لحد نص الخزان، في نص الخزان كده، والميه تطلع تاني. يبقى الجزء اللي هو ما بين اللي هو ده ما بين نص الخزان واخر الخزان، او نص الخزان واول الخزان، دي اسمها ايه؟ ديد زون. المنطقه ديت ديد زون لو ما عملتش الحوائط الرئيسيه دي اللي هو المثقب وما عملتش الهضار، المنطقه دي هتبقى ديد زون برضه. طيب الشورت سيركت اللي هي المسارات القصيره، ان المايه تمشي في اقصى المسار، يبقى هتدخل من ماسوره المدخل وتمشي على طول لحد ماسوره المخرج.
فهتاخد وقت قليل وبرضه مش هيدي فرصه للتفصيل. يبقى ديت الايه اللي هي الديد زون والشورت سيركت. انواع بقى استيميتيشن تانك اللي احنا بنستخدمها، هو في انواع كتير، احنا هنقول اربع انواع وهندرس منهم ثلاثه. التايب اوف سيديمنتيشن تانك، اول حاجه الريكتانجولار سيديمنتيشن تانك، خزان الترسيب المستطيل، وهنقول الرسمه بتاعته دلوقتي. ده بنسميه هوريزونتال فلو تايب، يبقى المايه بتمشي في مسار افقي. السيركولار سيديمنتيشن تانك اللي هو خزان الترسيب الدائري، برضه هنقوله دلوقتي، هنوريكم الرسمه بتاعته، وده المسار بنسميه ريديار، مسار قطري، ميه بتمشي من منتصف الخزان وتطلع للخارج. حاجه بعد كده اسمها كلافي فلاكوريتور، اللي هو خزان بيتم فيه عمليه الترسيب، بالاضافه ان انا بضيف بعمل فيه عمليه الكواجوليشن والفلاكوليشن، يبقى خزان ترسيب شامل الكواجوليشن والفلاكوليشن والترسيب. يبقى لما باجي في محطه وعندي مساحه الارض قليله، مش هقعد اعمل بقى رابد ميكس وسلو ميكس وبعدين سيديمنتيشن، لا، بروح اعمل خزان واحد في الحاجات دي كلها، فبنسميه كلافي فلاكوريتور، خزان الترسيب والترويب المشترك. بعد كده في نوع اسمه بليت سيتلر او تيوب سيتلر، حسب ما انا بستخدم بقى الواح او انابيب، ودي بنسميها لمله سيتلنج تانك، هي خزانات الترسيب ذات الالواح. دي ان انا اهم حاجه في خزان الترسيب المساحه السطحيه، فانا في الترسيب، فكل ما زادت المساحه السطحيه للخزان كل ما كفاءه الترسيب بقت كويسه. فاحنا عملنا خزان ان احنا نزود المساحه السطحيه له، بس ما نزودش حجم الخزان. طب نزود المساحه السطحيه ازاي؟ نستخدم مجموعه من الالواح، وهنشوف الشكل بتاعه. يبقى دي الاربع انواع بتاع الخزان الترسيب. ادي شكل خزان الترسيب اللي هو ريكتانجولار سيديمنتيشن تانك، خزان الترسيب المستطيل. هنبص، يبقى احنا مطلوب منا نصمم ونرسم الخزان. الخزان اللي موجود فوق ده البلان وتحت السكشن بتاعه. لما هنبص على السكشن هنلاقي المايه داخله منين، اللي هو الرسمه اللي تحت، ادي الانفرنت، المايه داخله على قناه وبعد كده دخلت الخزان، اتوزعت، المايه مشيت، دي بقت الانلت اللي هي منطقه الدخول. الخزان بتاعي اللي هو الجزء ده بقى في دي منطقة الترسيب اللي هي الخزان كله، وبعد كده القلة الإفلنت اللي هي هضارات المخرج، دي منطقة الخروج. حيز الترسيب بقى عملنا له جزء منخفض فوق الخزان، ده بنسميه السلادج هوبر أو السلادج هوبر، اللي هو حيز الرواسب. يبقى عندي حيز الرواسب اللي هو الجزء المنخفض ده اللي فوق في أول الخزان، وعملنا الخزان بميل بحيث ان الرواسب هترسب، مش هترسب في حيز الرواسب بس، هترسب في اي منطقه في الخزان. فالسطح اللي هو تحت الخزان ده بيبقى معمول بميل بحيث ان الرواسب انها تتحرك تحت تاثير الجاذبيه وتنزل للحيز. طيب احنا ضايفين مواد مروبه، وزي ما قلنا المواد المروبه دي لها خواص هلاميه، خواص جيلاتينيه، فايه اللي بيحصل؟ ان ساعات الرواسب دي بتنزل وبتلتصق في قاع الخزان، فبتتجمع وما بتروحش الحيز اللي هو في الاول عشان اسحبها، لان في ماسوره اللي هي السلاج درو اوف اللي هي ماسوره سحب الرواسب. طب انا عاوز اسحب الرواسب وهي متجمعه في الخزان ما نزلتش الحيز ده، طب بنعمل ايه؟ بنستخدم حاجه اسمها سلاج سكرابر، اللي هي السلاج سكرابر اللي هي زحافه للرواسب. بتعمل ايه؟ يعني زي ما احنا شايفين اهو، دي سير اهو، الجزء المنقط ده، ادي بكره هنا وبكره هنا، البكره ديت بيمشي عليها جنزير، الجنزير ده موجود عليه مجموعه من الالواح، الالواح ديت لما نبص هو في الرسمه اللي فوق، ادي كاتب لي الشينز، ادي الجنزير اليمين والجنزير الشمال، وفي حاجه عرضيه ده لوح، اللي هو لوح المربوط في الجنزير. فبيعمل ايه؟ الجنزير ده هو بيلف في اللوح ده، بيبدأ يسحب الرواسب وينزلها هنا في حيز الرواسب، يبقى بالتالي الرواسب ما تتجمعش في قاع الخزان.
دي بنسميها يعني هو كاتب فوق اهو في البلان السكرابر بورد، السكرابر او الزحافه. اللوح ده مربوط في جنزير يمين وجنزير شمال، والجنزير ده بيلف ادي بكره يمين اهي وبكره شمال في الاخر، وفي موتور هنا في اول الخزان اللي هو فوق ده اللي هو الدرايف بيدور لي الجنزير ده. فالجنزير ده هو بيلف بيسحب اللوح، واللوح هو بيتحرك يسحب الايه الرواسب وينزلها لي في حيز الرواسب دي، فبالتالي نقدر نسحبها. يبقى ده اسمه السلادج سكرابر، هو عباره عن جنزير مربوط فيه الواح، الالواح دي تبدا تسحب الرواسب وتنزلها في الحيز اللي هو حيز الرواسب. يبقى الخزان هنبص برضه في البلان، ادي اللي هو الرسمه اللي فوق بقى، ادي المدخل حيز الرواسب اللي هو ده اللي هو الجزء المنخفض، بعد كده جزء التخزين، وبعد كده هيطلع لجزء الهدارات. هنلاقي الهدارات موجود كذا صف من الهدارات، يعني عشان تجمع المية في الآخر بانتظام وما يحصلش تشتت للمية وتطلع المية بسرعة بسيطة. هنلاقي هنا موجود رسمة السكراب. بالنسبة اللي يهمنا بقى إن أنا أحقق في أي خزان الأربع حاجات دول، الأربع حاجات الأساسية اللي إحنا قلناهم: الدخول، منطقة الدخول، منطقة الخروج، منطقة حيز الرواسب، منطقة الترسيب، منطقة تجميع الرواسب. فنلاقي ادي منطقة الدخول اهي الانفلنت، بعدها حيز الترسيب، منطقة الخروج، وحيز الرواسب اللي هو السلادج هوبر. يبقى ده انا حققتهم في الخزان، يبقى ده ايضا سيدمنتيشن تانك. يبقى ده الرسمة بتاع الخزان الترسيب المستطيل، وموجودة حاجة اسمها سلادج سكرابر انها بتكحت او تجمع الرواسب من قاع الخزان وتنزلهم في السلادج هوبر اللي هو حيز الرواسب. في السلادج هوبر بيبقى فيه ماسوره، دي انا بفتحها 3 مرات مثلا في اليوم، كل 8 ساعات اروح حاسب ساحب الرواسب اللي اتجمعت فيها واروح قافلها. يبقى يجمع فيه الرواسب لوقت معين من 6 ل 8 ساعات، كل 6 ساعات او 8 ساعات او 10 ساعات حتى انا بفتح الماسوره دي تفضي لي الرواسب اللي اتجمعت في حيز الرواسب، وبعد كده اقفلها والخزان يبدا يشتغل. ده شكل الخزان، دي صور، دي اللي فوق ده دايجرام برضو، ادي الخزان، ادي الانفلو، وادي الحائط الموجود ده حائط عشان الانلت ارانجمنت، وادي هدار المخ. هنبص دي صورة من خزان في الطبيعة، ده خزان اللي هو ريكتانجولار. هنبص ليه هم، وبعدين ما هوش خزان واحد، هم كذا خزان جنب بعض. ايوه اللي بيسأل، هو ما بينزلش مع الراسب دي ميه؟ ما هو الرواسب دي عبارة عن ايه؟ 2-3% رواسب، و يعني بتتراوح من 2-5% رواسب، والميه من 95 ل 98%. يعني انا بسحب رواسب بالميه، يعني الجزء اللي هو في حيز الرواسب ده بيبقى عباره عن السوليدز الميه. تركيز السوليدز قد ايه؟ من 2 ل 5%، وتركيز الميه من 95 ل 98%. فلما انا بسحب ما بسحبش السوليدز بس، انا بسحب سوليدز ومعاها ميه عشان نبقى فاهمين. يعني دي رسمة الخزان، خزان الريكتانجول من طبيعة من محطة موجودة. والخزان الواحد بيبقى فيه مجموعة، يعني المحطة فيها مش خزان واحد، فيها عدد من الخزانات. هنبص مثلا في الرسم بتاع الخزان اللي تحت، هنلاقي ادي واحد واتنين جنب بعض، في الواح اهي، دي الالواح باينة، الالواح ديت عشان تعمل اللي هي عشان دي هي مع الجنزير طلعت فوق وبعدين بتلف وتنزل تحت تسحب الايه الرواسب. هنلاقي ان العرض بتاع الخزان مش كبير، يعني بيبقى اقصى حاجه 10-12 متر. ليه؟ عشان الجنزير بقى زي ما قلنا اللي هو في هنا ده في البلان، في جنزير يمين وجنزير شمال وفي لوح. طب انا عشان اعمل السلاج سكرابر ديت اقصى حاجه بنقول ان العرض الخزاني يبقى 10 12 عشان اقدر اعمل سلادج سكراب، يعني الالواح اللي هي بتسحب. وبعدين لو انا محتاج اكتر من كده بعمل خزانين جنب بعض.
النوع الثاني من الخزانات بقى اللي هو السيركولار سيدمنتيشن تانك، خزان الترسيب الدائري. لو بصينا فوق ادي الاليفيشن، هنلاقي ان الميه بتدخل من اسفل، الانلت بايب ماسوره دخول الميه، تبدا تتوزع على الخزان. بنبقى عاملين حائط برضه حوالين الماسوره، وفي مجموعه سقوف بحيث ان الميه نطول المسار بتاعها وما يبقاش في ديد زون. يبقى الميه الجزء الدائري اللي تحت ده جزء اللي هو بتاع حيز الرواسب، اللي هو فوق، اللي هو في الاليفيشن برضو اللي فوق، اللي هو الجزء المنخفض، وده في نص الخزان، ويبدأ بميل يطلع الخزان مايل، يعني بميل بحيث ان ايه برضو الرواسب، لو في رواسب بتنزل بالميل. وموجود عندي ادي هضار المخرج، يبقى هضار المخرج على كامل قطر الخزان الدائري. المدخل بتاع الخزان ده بيبقى من المنتصف، يبقى الماسوره بتيجي كده من نص الخزان عشان نبدا نوزع الخزان الدائري كله. ما ينفعش ياخدهم من اليمين، لا، الميه دايما بتدخل من نص الخزان من اسفل الخزان الدائري، وبتطلع من الهضار على الحوائط اللي هي المحيط الخارجي. طب الاربع حاجات بتاع الخزان ديت هنقدر نقول ايه؟ الانلت زون اللي هو الانلت بايب اللي هي موجوده في النص، ادي اول حاجه الانلت زون. حيز الترسيب اللي هو يمين وشمال، اللي هو حوالين ماسوره الدخول في البلان اللي هو ده الترسيب. طب السلاج اوت ليت زون اللي هي منطقه الخروج، اللي هو الهضار المخرج، اللي هو الهضار اللي على كامل الدايره بتاع الايه الخزان ده، هضار المخرج. طب السلاج زون اللي هو حيز الرواسب اللي هو موجود الجزء الدائري اللي موجود في الخزان في النص ده، او الجزء المنخفض في الاليفيشن فوق ده اسمه حيز الرواسب. يبقى ادي خزان الترسيب الدائري، وبرضه بنأكد ان احنا لازم نتأكد ان احنا الاربع حاجات موجودين بتوع اي خزان: منطقة الدخول بترتيباته والخروج بترتيباته، حيز الترسيب اللي بيتم فيه ترسيب الجزيئات، وحيز تجميع الرواسب. دي كذا صورة لخزانات الترسيب الدائري. لو بصينا ادي الخزان اللي هو على الشمال، نبص نلاقي ادي لازم يبقى عندي سلادج سكرابر، زحافة عشان تجمع السلادج وتنزله في حيز الرأس. فبتبقى عبارة عن كوبري فوق الخزان، يعني في الصورة الطبيعية للخزان في الطبيعة موجودة، سواء اللي هي على اليمين أو على الشمال تحت، نلاقي فيه كوبري كده. الكوبري ده متحرك له موتور بيدوره، بيسحبه ويلف حوالين قطر الخزان، وهو بيلف بيسحب اللوح. يعني لو بصينا هنا اهو في الصورة اللي هي على اليمين، ادي البريدج اللي فوق اهو، وده بيلف، في موتور بيلففه، السنتر بتاعه في نص الخزان وهو بيلف. ادي السلادج سكرابر موجودة تحت اهي، اللي هي بتكحت الرواسب وتنزلها في حيز الرواسب. يبقى عندي السلادج سكرابر عباره عن لوح ماسكه في بريدج فوق بموتور بيلف البريدج ده او الكوبري ده حوالين الخزان كله، وهو بيلف بيسحب الرواسب او بيكحت الرواسب وينزلها في حيز الرواسب. في الصوره اللي تحت واضح الايه الكلام. يبقى في الخزان الترسيب المستطيل كان في السلادج سكرابر عباره عن جنزيرين على بكر بيلفوا، لا، هنا بيبقى في بريدج كوبري اللي احنا شايفينه فوق ده، الكوبري ده مربوط بموتور على الشمال زي وبيمشي على قضيب زي قضيب القطار كده، ويلف حوالين الايه الخزان، بيلف مثلا لفتين في الساعه او 3 لفات. يبقى ديت الرسم بتاع الخزان الدائري. برضه انا نزلت لكم رسمتين، برضه رسم الخزان الدائري ورسم الخزان المستطيل، عشان لو يعني اللي اسهل لك لو طلب رسمها ترسمهم. الخزان الدائري اللي هو فوق ده، ادي الانفرنت المدخل الماسوره، بعد كده في فتحات بتخرج وتدخل حيز الترسيب، عندي المخرج اللي هو الهضار اللي هو على الشمال واليمين اللي هو على كامل قطاع الخزان ده، المهضار الخروج، الجزء بتاع الرواسب اللي هو المنخفض في النص، وادي ماسوره السلادج ديتشارج بايب، ماسوره سحب الرواسب اللي هي اسفل على اليمين،
والسلاج سكرابر، السلاج سكرابر ممكن هنا بتشيلها بقى باي ايه، يبقى هو عباره عن لوح بيلف وبشيله باي استراكشر بموتور بيلف، بحيث ان هو يلف في كل قطاع الخزان. الخزان الريكتانجل اللي هو تحت ادي الدخول، ماسوره الدخول الانفلنت، حيز الدخول، حيز الترسيب، حيز الخروج، ادي هضارات الخروج، وادي حيز الرواسب السلادج هوبر، ومجموعه السلادج سكرابر، ادي مجموعه العجله اللي بيلف حواليها الايه، او المحاور اللي بيلف حواليها الجنزير اللي هو شايل ايه السلادج سكرابر اللي هو زحافه الرواسب. يبقى دي رسمه تانية لخزان الترسيب الدائري والمستطيل. عندي بقى الكلالي فلاكوريتور، هو خزان الترسيب والترويب المشترك. قلنا ده خزان وظيفته ان هو بيتم فيه عملية الترسيب بالاضافة لعملية الترويب. يبقى انا جيت في الخزان ده خزان غالبا بيبقى دائري، ادي ماسورة الدخول اهي من اسفل وطلعت على، فالجزء ده زي ما شايفين فيه بدلز اللباتة اهي بموتور فوق، فالجزء ده بيتم فيه عملية الايه الفلاكوليشن. يبقى في نص الخزان كده بيبقى فيه فلاكوليشن، ميه بتخرج بعد كده على جزء السيدمديشن، هنلاقي السلادج سكرابر والاوتليت وير وحيز الرواسب. يبقى ده عباره عن الكلاري فلاكوليتور، هو خزان ترويب وترسيب مشترك. بعد كده البليت سيتلر او التيوب سيتلر اللي هو بنسميه اللمله سيتلنج تانك، هو خزان. لو بصينا الرسمه اللي بالاسمر ديت، ان انا بجيب مجموعه الواح، الالواح دي بتبقى مايله بزاويه مثلا حوالي من 40 ل 60 درجه، بحطها في الخزان زي ما احنا شايفين في الرسمه اللي فوق ديت. ادي الالواح موجوده، خزان الترسيب اهو، ده خزان ترسيب مثلا ريكتانجولر، المايه بتدخل، ادي بتدخل من الشمال وبتتجمع، او وفي مجموعه الواح مايله اهي، يعني ادي المايه دخلت، ادي القلت المياه دخلت، وادي الالواح اللي هي دي. فالمياه بتمشي خلال الالواح، وهي بتمشي خلال الالواح بتبقى المسافه بتاعه الترسيب صغيره، بدل ما كانت الجزيء بيترسب في الخزان 3 متر، لا فبيترسب في 5 سنتي، فبيبقى محتاج وقت قليل عشان يترسب، فبالتالي انا زودت المساحه السطحيه بتاعه الترسيب وكفاءه الترسيب. وهي ما بحط مجموعه من الالواح في خزان الترسيب بقى اللي احنا شايفينه سواء الدائري او المستطيل، بروح جاي كده وحاطط الواح، الالواح دي بيبقى بينها مسافه 5 سنتي، بتبقى مايله بزاويه 40 ل 60 درجه، واحطهم الالواح دي بيبقى ارتفاعها متر واحد، واحطهم ايه قريبه من السطح، فالميه المخرج لازم تمر من ما بين الالواح دي اللي هي المايله، وهي بتمر منها بقى. انا قلت ان الجزيء عشان يترسب بيمشي بقى من مثلا من نص الخزان لحد القاع، فكان بيمشي 2 متر 3 متر، لا انا عشان يترسب الجزيء ممكن يترسب على الالواح نفسها، يعني بسرعه افقيه وماشي بسرعه راسيه للاسفل، فبالتالي ممكن يترسب على الالواح المايله ديت، فبيتم ازاله الجزيئات في وقت قليل. وتاني حاجه الالواح المايله ديت كل لوح له مساحه سطحيه، فكفاءة ترسيب الخزان بتعتمد على المساحة السطحية بتاعه، فهنجمع المساحة السطحية للألواح دي بتعادل خزانين ثلاثة زيادة، فده بنسميه اللي هو خزان الترسيب اللي هو اللملة أو ذات الألواح. ممكن بدل الألواح نحط مجموعة أنابيب، برضو أنابيب مايلة وبينهم 5 سنتي قطر الأنبوبة 5 سنتي، ونحطهم مع بعض، فبرضه يبقى المسار بتاع الميه خلال الانبوبه ديت وتترسب على جدار الانبوبه. ده من الانواع الكويسه، ودي اللي بيتم تطوير الخزانات القائمه دلوقتي. يعني انا عندي اغلبيه المحطات موجوده يا اما ريكتانجل او سيركل سيدمنتيشن تانك او كلالي فراكوليتور، عشان اطورها وارفع كفاءتها وازود التصرف بتاعها. يعني لو خزان التصرف بتاعته 2000 متر مكعب في اليوم، ممكن اوصله ل 5000 متر مكعب في اليوم، مجرد ان انا احط الايه مجموعه الواح في الخزان ارتفاعها 1 متر في الخزان كله. فدي ده نظام من النظم الجديد. سيد دكتور، اسمح اتفضل.
دلوقتي انا لما استخدم الالواح المايله ديت مع عمليه ازاله الربا من المنطقه اللي هي في عرض الحوض كلها مش هتبقى موجوده. لا هيتم ازالتها. ما هو انا مش هعرف استخدم لا كل كوبري ولا اعرف اعمل جنزير بسبب ان هي على وش الميه تبقى موجوده في الجزء العلوي. كويس انك بتسال السؤال ده، يعني معنى كده يعني انك فاهم تمام. اول حاجه الالواح دي انا بعملها بزاويه 40 ل 60 درجه. ليه؟ عشان حتى الجزيئات اللي بتترسب عليها هتنزل بالميل تحت تاثير الجاذبيه ومش هتتجمع على الالواح، يعني الجزيئات تترسب على اللوح تتجمع تحت تاثير وزنها هتنسلخ وتنزل لقاع الخزان. طب قاع الخزان لو هو يعني انا عندي يا اما اعمل سكرابر برضه بس بطريقه ان ما تاثرش على الالواح ديت يبقى اجمعها، وفي خزانات وزاوية سكرابر. يعني ايه؟ بنعمل مجموعه سلادج هوبر دول بدل ما كنا، يعني انت شايف الخزان المستطيل او الدائري ده، بدل ما انا عامل سلادج هوبر واحد، لا انا اعملهم مجموعه سلادج هوبر جنب بعض على كامل مسطح الخزان. فده بنسميه سيدمنتيشن تانك وزاوية سكرابر، خزان تخصيب بدون ايه؟ زحافات. بس بنعمل ايه؟ السلادج هوبر حيز الراصد ده بنعمله على كامل ايه؟ قطاع الخزان، وبنعمل فيه ماسورة السحب، فالرواسب بتتجمع فيه وبنسحبه. يعني ده من ضمن الحلول. او نحل الرواسب ديت ايه؟ السلادج سكرابر بنحلها حل ميكانيكي، وبقى لها حلول برضو انها تتحرك بدون ما تأثر على الالواح. تمام دكتور، هنيجي نتكلم انا كان عن عندي سؤال. اتفضل. هو الجزء اللي على الشمال بتاع الترويب ده داخل معايا في الخزان ده ولا مش معايا؟ اللي هو في خزان ايه؟ لو رجعت حضرتك للرسمه اللي فاتت، الخزان رقم 4 اللي هو البليت ستل، الرسمه مرسوم فيها على الشمال خزان صغير للترويب. الخزان اللي فوق مش كده؟ اللي هو ده معانا في الرسمه ولا مش معانا؟ لا لا، اسف حضرتك، الخزان رقم 4. ايوه ده. ما هو ده من ضمن النماذج بتاعته، يعني هو بيتعمل خزان. ده ممكن يكون الشكل بتاعه، ما هو جزء الترويب يدخل ما فيش فيه مشكلة، وجزء يعني ما احنا قلنا ان احنا ممكن نعمل اللملة ده يا اما الخزان ريكتانجل او السيركولر او الكلاري فراكوريتور. الكلاري فراكوريتور فكرته ان انا بجمع الترويب والترسيب في خزان واحد، فعادي انا بعمل الجزء الاولاني ده اعمل له حيز فلاكوليشن، وبعد كده ادخله على حيز ترسيب بيتم فيه الترسيب. يعني دي وحده مدمجه، يعني الرسمه دي لرسمه مدمجه لوحده من يعني محطات الميه، في محطات ميه مدمجه بتبقى الوحدات جايه جاهزه، فدي رسمه لوحده مدمجه لخزان ميه. انا دكتور ده خزان ترويب وترسيب برضك، بس احنا زودنا عليه البليت المايله دي. ايوه تمام. وهي رسمتين بتاعت الخزان الثالث والرابع علينا برضك، ولا هو بس الاول والثاني بقى تصميمه ورسمه؟ انا عندنا لا يعني اللي احنا علينا الاول والثاني والثالث. تمام. ماشي. الثالث هو تكميل للفلاكوليشن والسيدمنتيشن. يا دكتور، ايوه في البلين سيدمنتيشن في الاول خالص حضرتك قلت ان في حوض اللي هو نزع الرمال. حوض ايه؟ نزع الرمال اللي موجوده في المايه، اللي هي المواد اللي هي ايه؟ جريت ريموف الشمبر. ايوه. طب هو الحوض ده بيبقى موجود في محطات تنقية ولا بيبقى موجود في محطات الصرف، ولا موجود في الاثنين عادي؟ محطات الصرف ده اكيد 100، يعني 100% محطات الصرف. طب محطات المايه موجود ولا لا؟ طب ايوه. المصدر بتاع المايه بتاعي ايه؟ لو انا بسحب الميه فكان في رمل، فبالتالي هسحب ميه فيها رمل. لو انا عندي بحيره مثلا في مكان معين وبتجمع الامطار وبسحب منها المياه، يعني هو وارد ان بيحطها في حالات الميه خاصة. معاها رمل. ماشي. ايوه يا باشمهندس. تمام يا دكتور. يعني هو بيبقى موجود في محطه الميه حسب الاحتياج، وممكن يبقى يعني في بعض المحطات ما اعملش كواجوليشن وفلاكوليشن بس بعمل سيدمنتيشن. في حاله ايه؟ ان الميه بيبقى فيها جزيئات سيلت، الجزيئات سيلت دي حجمها كبير بترسب، ما فيهاش الرواسب اللي هي الصغيره جدا ديت،
فانا ممكن اعمل بليد سيدمنتيشن. ما بقاش محتاج الترويج. تمام. العوامل اللي بتاثر على عمليه السيدمنتيشن هنقولها دلوقتي وانت هتطبقها بعد كده. يعني اول حاجه الفلوستي وفلو، الفي هوريزونتال السرعه الافقيه للمسار الميه دي بتبقى اقل من او يساوي 3 من 10 متر على الدقيقه، ودي عشان نضمن ان الميه ما تخرجش، وهي يعني لو الميه سرعتها الافقيه سريعه ممكن تخرج واخده معاها الجزيئات، فاحنا بنبطئها جدا بحيث السرعه بتاعتها 3 من 10 متر في الدقيقه، بحيث انها ايه ندي فرصه للجزيئات تترسب. وهي الفي هوريزونتال بتتناسب عكسيا، يعني كل ما السرعه تزيد كل ما كفاءه الترسيب بتقل، السرعه الهوريزونتال تقل كل ما كفاءه الترسيب بقت اعلى. الفسكوستي اللزوجه بتاع الميه برضو، لو تخيل ان لو اللزوجه زادت اللي هيحصل جزيئات تترسب بسرعه ولا ابطا؟ ابطا ابطا. يبقى كل ما اللزوجه تزيد كل ما كفاءه الترسيب بتقل، المايه لزوجتها قلت فبالتالي مفيش مقاومه للترسيب فبتزيد الكفاءه. الريتنشن تايم زمن بقاء المايه في الخزان، طبعا كل ما خلي المايه في الخزان اكتر كل ما بايه درجه حراره المايه، كل ما درجه الحراره بتزيد اللي بيحصل الفسكوستي بتقل فبالتالي بيبقى كفاءه الترسيب احسن. السيرفيس لودنج ريت معدل التحميل السطحي، وده بيتناسب عكسيا هنقوله دلوقتي. يبقى ان انا بحمل المتر المربع من سطح الخزان كم متر مكعب في اليوم، فكل ما اقلل التحميل ده كل ما الكفاءه احسن. ابعاد الخزان، كفاءه الترسيب اللي بتتناسب مع الطول، كل ما طول الخزان بيبقى اطول كل ما الجزيء بيفضل مسافه كبيره ماشي فبالتالي بيترسب. لو الخزان طوله قليل الجزيء المسافه اللي بيقطعها قليله فممكن يخرج مع الميه. الديد زون دي برضو من الحاجات الاساسيه اللي بتاثر على الميه، لو انا عملت خزان وفيه ديد زون كتير فبالتالي كفاءته هتقل، قضيت على الديد زون كفاءته هتبقى اعلى. يعني هي جزيئات رمل، جزيئات سيلت، جزيئات كولويد، مواد عالقه، فخواصها بتاثر على الترسيب. السلادج وزدرور اللي هي طريقه سحب الرواسب، يعني انا مثلا عندي الخزان، انا عندي ماسوره اللي هي في اي خزان لسحب الرواسب اللي هي من السلادج، اللي هو مثلا في الرسمه دي اللي هي سلادج اوتليت اللي هي موجوده في اسفل. طب السلادج اوتليت دي لو انا بقولنا بنسحب كل 6 8 ساعات، لو انا رحت فاتح الميه هيحصل خلخله في الخزان وهيحصل تقليب تاني وهيحصل مشكله وممكن يخرج مواد مع الميه اللي خارجه. فطريقه السحب يبقى لازم يبقى السحب بطريقه بطيئه، طريقه امنه منتظمه بحيث ما يحصلش خلخله للجزيئات وتخرج مع الميه. دي بنسميها السلادج وزدرو. 10 الانلت والاوتلت ارانجمنت، هي مش واضحه هنا فبالتالي اللي هي ترتيبات الدخول والخروج. ترتيبات الدخول والخروج زي ما احنا راسمين كده اللي انتم شايفينها في الرسمه دي، انا عندي اللي فوق دي الدخول واللي فوق الخروج، وقلنا بنعمل ترتيبات بحيث ان احنا نقضي على الديد زون ونقضي على الشورت سيركت. فادي مثلا ماسوره المدخل بنروح عاملين اللي هي اول واحده شمال، بنروح عاملين حائط راسي وفي مجموعه فتحات، والحائط ده مجموعه الفتحات دي افقيه فبيبقى بنوزع الميه على كامل قطاع الخزان، او بنعمل فتحه وحائط راسي مجموعه فتحاتها بعرض الخزان وحائط راسي بحيث ان هو اضمن اخلي المايه تنزل من تحت فتاخد اطول مسار، او نعمل ماسوره الدخول ونعمل مجموعه فتحات تنزل منها المايه. يبقى دي ترتيبات دخول المايه. ترتيبات خروج المايه، يا اما نعمل مجموعه فتحات على كامل عرض الخزان زي اللي موجوده في الشمال ديت، او نعمل هضار للمخرج. الهضار طبعا بيبقى افضل وبنقدر نتحكم في المايه اللي خارجه ونقيس التصرف وبيعمل انتظاميه المايه.
يبقى دي ترتيبات دخول وخروج المية. عاوزين بقى نبدأ نشوف، هنبدأ نتكلم ازاي نصمم خزان. فهنيجي برضو الايدر الخزان ترسيب ريكتانجولر اللي هو الايدر اللي هو المثالي، الصورة بتاعته اهي. العمق بتاع الخزان دي، الجزيء اللي هو في الخزان، الخزان ده بيدخل الجزيء بيمشي مع المية بسرعة أفقية في هوريزونتال، وبيمشي بسرعة رأسية اللي هي سرعة الترسيب الفي سيتلي. المحصلة اللي هي الفي ار اللي هي السرعة القطرية. يبقى أنا عندي محصلة للاتنين اللي هي ديت ايه، هتبقى اللي هيمشي بيها الجزيء فعليا، يبقى الجزيء ماشي افقي ورأسي وفي محصلة للسرعة. طيب احنا لو احنا عارفين العلاقة زمان، السرعة اللي احنا درسناها في ابتدائي واعدادي والكلام ده بتساوي المسافة ال اللي هو اللينس على الزمن اللي هو التايم. يبقى دي حاجة احنا عارفينها، يعني لو عربية متحركة هنقول عربية كنت بتاخدها مسألة في ابتدائي بتتحرك من طنطا المحلة بسرعة 60 كيلو في الساعة، وإذا كانت المسافة 25 كيلو احسب الوقت. كنا بنقول الوقت بيساوي إيه؟ المسافة على الزمن على السرعة وهكذا. أو بنقول احسب سرعة سيارة من طنطا المحلة إذا كانت قطعت المسافة 25 كيلو في 30 دقيقة، يبقى نقدر نحسبها. دي العلاقة بتاع السرعة. لما نيجي نطبقها على الجزيء بقى اللي هو موجود، هنقول الريتينشن تايم زمن البقاء، التايم هيساوي ايه؟ المسافة على ايه؟ على السرعة من العلاقة اللي فوق. يبقى التي ريتينشن بالنسبة للجزيء ده لو هو بيمشي مسافة رأسية مقدارها دي هيمشيها في وقت قد ايه؟ عبارة عن المسافة مقسومة على الفي سيتلينج، ماشي؟ والفي سيتلينج اللي هي السيتلينج فلوس. طب نفس الكلام الفي هوريزونتال السرعة الأفقية، مش احنا كنا واخدين الجزيء اللي هو ماشي بسرعة أفقية فيه، مش كنا بنقول الكيو بتساوي الايه في الفي تصرف بيساوي مساحة المقطع اللي بتمشي فيه التصرف في سرعة التصرف. يبقى ممكن نحسب الفي هوريزونتال من الكلام ده عبارة عن الكيو على الايه، الايه اللي هي مساحة المقطع اللي بيمشي فيه التصرف اللي هو عبارة عن عمق الخزان في العرض بتاعه، يبقى دي الفي هوريزونتال. طب التي برضه لو جينا بالعلاقة اللي فوق خالص اللي هي بتاعت السرعة، مش بيساوي المسافة على الزمن على السرعة، يبقى التي بتساوي ال الجزيء اللي هو اللي ماشي في الاتجاه الأفقي ماشي مسافة مقدارها ال في وقت نفس الوقت اللي هو التي اللي هو خده الجزيء الأولاني اللي هو زمن بقاء المية في الايه في الخزان. يبقى لو المية بتقعد في الخزان وقت مقداره تي، بحيث ان احنا بنخلي الوقت ده بحيث نضمن ان الجزيء اترسب لأسفل ويوصل لآخر الخزان، ده أقل جزيء. يبقى التي هيساوي ال على الفي هوريزونتال. طيب ما انا عندي الفي هوريزونتال بتساوي الكيو على الدي في الدبليو، يبقى التي هتساوي ال على الكيو في الدي في الدبليو اللي هي من فوق اللي هي بتاع الفي هوريزونتال، بتساوي ال دبليو دي على كيو، هتساوي في الاخر هتساوي ايه؟ مش التي كانت بتساوي الدي على الفي سيتلينج اللي هي سرعة الترسيب، يبقى من هنا هنقدر نقول ان في سيتلينج هتساوي الكيو على الاي. الاي بقى اللي هي عبارة عن ايه؟ ال في دبليو اللي هو طول في العرض اللي هي بتمثل ايه بالخزان. تمثل ايه؟ تمثل المساحة السطحية للخزان. مساحة السطحية، انا عندي مساحة المقطع بتاع الخزان اللي هي الدي وفي الدبليو اللي هو عرض الخزان. المساحة السطحية للخزان بتساوي ايه؟ ال ال في الدبليو. يبقى الفي سيتلينج سرعة الترسيب اللي انا عاوزها عشان الجزيء يترسب عبارة عن بتساوي كيو على الايه اللي هي تصرف على مساحة مقطع الخزان. يبقى الفي سيتلينج دي بنسميها بمسمى تاني بنسميها الاوفر فلو ريت،
او السيرفيس لودنج ريت، معدل التحميل السطحي، وده اللي بيتم تصميم الخزان عليه. بنحدد له الرقم بعد كده وبنصمم عليه الخزان. السيرفيس لودنج ريت ده هو عباره عن التصرف على مساحه الخزان، بيبقى كيو على الاريا، عباره عن متر مكعب ميه في اليوم لكل متر مربع من مساحه مسطح الخزان. يبقى السيرفيس لودنج ريت ان انا المتر المربع من الخزان بحمله كام متر مكعب ميه. طيب كل ما يزيد السيرفيس لودنج ريت معناها ايه؟ ان انا المتر المربع من سطح الخزان بحمله عدد اكبر من الايه؟ من امتار الميه. كل ما يقل ان هو بحمله اقل. فبالتالي ايه الاحسن للخزان؟ كل ما السيرفيس لودنج ريت يقل، يعني انا بحمل الخزان براحته بحمله اقل، يبقى افضل. وده اللي بنستخدمه في تصميم الخزان، خزانات التصريف. يبقى احنا بنستخدم السيرفيس لودنج ريت، او ساعات بنسميه الاوفر فلو ريت، معدل العلوي للخزان او معدل التحميل السطحي، ده بيساوي كيو على الايه، وده عبارة عن متر مكعب لكل متر مربع في اليوم. عاوزين بقى نصمم الديزاين كريتيريا بتاع السيدمنتيشن تانك اللي هنبدأ نصمم عليها أي خزان. أول حاجة كيو ديزاين هي الكيو ماكسيمم منصب، اللي هي 1.4 كيو أفريج. زمن بقاء المية في الخزان من 2 لـ 4 ساعات، يبقى نقدر نقول إن حجم الخزان أدام قلنا ديتنشن تايم أو تي، يبقى نقول حجم الخزان بيساوي الكيو في التي. ناخد التي قد ايه؟ ناخده 2 ساعة 3 4، يبقى جبنا حجم الخزان. ناقص ايه من ابعاد الخزان؟ يبقى عاوز، جبت الحجم، عاوز اجيب الطول والعرض والعمق. يبقى لو فرضنا الدبس اوف تانك اللي هو الدي بيساوي من 3 لـ 5، هنفرض الدبس 4 متر وعندي الحجم، يبقى هجيب المساحه السطحيه، والمساحه السطحيه هتساوي ايه؟ الطول في العرض. يبقى كده ابدأ اجيب الابعاد. يبقى زي تصميم الكالكوليشن اللي هو الرابد والسلو، بضرب التصرف في الوقت زمن البقاء بيديني ايه؟ الحجم. وبعد كده بفرض العمق يديني المساحة السطحية. او في حاجة تاني بقى هنا، هنبدأ في حاجات تانية. طب اللينس وفي الليت والاوت ليت زون، مناطق بقى الدخول والخروج اللي احنا بنعمل فيها ترتيبات الدخول والخروج بتبقى من 2 لـ 4 متر، يبقى بنحسب الطول الخزان ونزود عليه 2 لـ 4 متر. السرعه الافقيه اللي هي الهوريزونتال فيلوسيتي بتاع الخزان، سرعه السريان، عباره عن الكيو على مساحه المقطع اللي بتمشي، اللي هي ان على الدبليو في الدي اللي هو مساحه المقطع في عدد الخزانات، ودي المفروض اقل من او يساوي 3 من 10. السيرفيس لودنج ريت، معدل التحميل السطحي. بالنسبه للكود بقى قال لنا، والناس اللي اشتغلت في الموضوع ده قالت لي السيرفيس لودنج ريت من 20 لـ 45 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم. يعني ايه؟ يعني كل متر مربع من سطح الخزان بحمله 20 لـ 45 متر مكعب. طب الافضل ال 20 ولا ال 45؟ الافضل عندي ال 20، كل ما زود كل ما كفاءه. السيرفيس لودنج ريت زي ما قلنا عباره عن الكرو ديزاين على الايه؟ اللي هي السيرفيس اريا. يبقى السيرفيس اريا عباره عن الدبليو في ال، لو الخزان ده ريكتانجولر الطول في العرض، او باي فاي سكوير على 4 لو هو دائري، اللي هو المساحه السطحيه للخزان الدائري اللي هي باي فاي سكوير على 4. عدد الخزانات اللي احنا بنستخدمها من او يساوي 2. يبقى دلوقتي لما اجي اصمم الخزان، انا عندي تصرف، فممكن اضرب التصرف في زمن البقاء، اختاره من 2 لـ 4 3 مثلا، اداني الحجم. في كذا مساله في الاخر انا منزلهم، يعني اللي هو نزل المحاضره هيلاقي فيه كذا مثال. ضربت التصرف في زمن اداني الحجم، بعد كده هقسم التصرف على السيرفيس لودنج ريت. هفرض السيرفيس لودنج لو هو معطى، ماشي، مش معطى، هفرضه مثلا 20 25 30، هقسم التصرف على السيرفيس لودنج ريت اللي هو الكيو ديزاين على الاريا، على السيرفيس لودنج ريت، هيديني الاريا اللي هي مساحه الايه؟ الخزان. انا عندي سيرفيس لودنج ريت بيساوي كيو ديزاين على الاريا، يبقى الاريا
هتساوي كيو ديزاين على السيرفيس لودنج جريد. انا اعرف التصرف التصميمي واقسمه على السيرفيس لودنج، افرضه او معطى مثلا هقول 30 هديني المساحه السطحيه. طيب المساحه السطحيه دي اقل عدد من الخزانات كام؟ 2. هنروح قسمينها على 2 لو هم خزانين. طب مساحه الخزان الواحد بقت معروفه هتساوي ايه؟ دبليو في ال، يبقى الطول في العرض، واحنا قلنا ان عرض الخزان بيبقى في حدود 10 12 متر، يبقى اجيب الطول بتاع الخزان وهندي الليمت بتاعته، الطول ما يزيدش عن 50. طب لو هو دائري المساحه باي فاي سكول على 4، جبت قطر الايه؟ الخزان. طيب يبقى ده الجزء بتاع الخزانات جبناه. لو هننط بس جزء صغير، طب هناخد الابعاد ازاي؟ اولا الريكتانجل سيديمنتيشن تانك الطول بتاعه بيساوي 3 ل 5 العرض، دي حاجات استرشاديه في التصميم. العرض بيساوي مثلا الطول على 4 لو اخذناه متوسط، اقل من او يساوي 12، يبقى اقصى حاجه في العرض كام؟ 12، ويفضل انها تبقى 10. طب هي ليه كده؟ عشان الزحافات وهتبقى التكلفه عاليه، فقلنا اقصى حاجه 12 متر. طب طول الخزان كام؟ الطول ما يزيدش عن 50، يبقى اقل من او يساوي 50 متر. العرض بيساوي كام؟ من 2 ل 4، دي يعني دي قيم استرشاديه. ال دبليو بيساوي 2 ل 4، دي ال ال بيساوي 3 ل 5 دبليو، دي استرشاديه ما نحفظهاش، بس اللي احنا نعرفه ونأكد عليه ان العرض ما يزيدش عن 12 والطول ما يزيدش عن 50. زادوا عن كده ازود عدد الخزانات، لو هم 2 اخليهم 3، لو هم 3 اخليهم 4 وهكذا. ميل القاع بقى بتاع الخزان بيبقى من 1 ل 2%، تورز ال زون ناحيه الايه؟ الجزء بتاع السلادج. طب الخزان الدائري اقصى قطر له برضه عشان السلادج سكرابر اللي هي قلنا في بريدج بيلف وبيدورها 40 متر، يبقى اقصى قطر الخزان الدائري ما يزيدش عن 40. ميل القاع بتاعه بنزوده شويه بيبقى من 2 ل 4% ناحيه الايه؟ المنتصف. يبقى دي الجزء بتاع تصميم الخزانات. تصمم الخزان ازاي؟ نضرب التصرف زي ما البقاء جبنا الحجم، نقسم التصرف على السيرفيس لودنج جريد، جبنا المساحه السطحيه، نختار عدد الخزانات نقول 2 3، بعد كده يبقى جبنا مساحه الخزان الواحد لو هناخده مستطيل يبقى هنقول ان الطول بتاعه بيساوي ما يزيدش عن 50 والعرض ما يزيدش عن 12 ونجيب الطول في العرض وفي الحدود دي. لو هو دائري يبقى المساحه السطحيه باي فاي سكوير على 4. يبقى كده جبنا ابعاد الخزانات ما فيش فيها اي مشكله، والتصميم عباره عن 3 اسطر. هنيجي عندنا في حاجه بقى اسمها الدار المخرج، من ضمن ترتيبات خروج الميه. لو الميه خارجه بسرعه كبيره، هي كانت ماشيه في خزان 3 من 10، جت خرجت بسرعه كبيره، ايه اللي هيحصل؟ هتبدا يحصل في دوامات عند منطقه المخرج، فهت ممكن تسحب سوليدز من قاع الخزان وتخرج مع الميه. فلازم نعمل ترتيبات لخروج الميه. ترتيبات ازاي؟ ان الحمل على هضار المخرج يبقى حد معين. يبقى انا الهضار المخرج ده بعرض الخزان، الخزان عرضه 13، يبقى عرض الهضار 12 متر. طب اللي بيمر فوق المتر كام في اليوم؟ ده له حد، لو زاد عنه يبقى هيحصل مشاكل في خروج الميه وهتسحب رواسب. فبنقول الهيدروليك لود او تليت وير اللي هو الحمل الهيدروليكي على هضار المخرج بنسميه الوير لودنج ريت اللي هو معدل تحميل الهضار، او بنسميه الاوفر لود ويرنج لودنج ريت، يعني ده كلها مسميات. بيساوي ايه؟ التصرف مقسومة على ال وير اللي هو اللينز اوف وير، وده متر مكعب لكل متر طولي في الهضاره. يبقى تعريف بقى الهيدروليك لود او التليت وير او الوير لودنج ريت او الاوفر لود وير لودنج ريت اللي هو معدل التحميل على الهضار بيساوي التصرف مقسوم على طول الهضار. طيب انا عندي الوير لودنج ريت حسب الهضار اللي انا بستخدمه، لو انا بستخدم هضار يبقى اقل من او يساوي 450 متر مكعب لكل متر من طول الهضار في الفور ريكتانجلر وير.
لو الويل ريدنج ريت انا بستخدم في نوتش، معلش هعدل لكم الجزء ده، الريكتانجولار وير الغضار اللي هو المستطيل ده ماشي، معدل التحميل السطحي منه ما يزيدش عن 450 متر مكعب لكل متر في اليوم. الوير ريدنج لود اقل من او يساوي 600 متر مكعب لكل متر في اليوم للفي نوتش وير. احنا لو انت فاكر في الهيدروليك انت كان عندك نوعين من الغضار، الغضار اللي هو الفي نوتش او الغضار الثاني اللي هو الريكتانجل. لو هو بستخدم في نوتش يبقى الحمل المسموح به لحد 600. طيب يبقى عندي العلاقه دي، هنيجي نقول اللاور ويف لينس الطول المسموح، بنيجي نترجمها لطول الهضار. طول الهضار بيساوي التصرف على الويل رودنج ريت. لو انا بستخدم ريكتانجولار ويل على 400، لو بستخدم في نوتش يبقى على 600، هيطلع لي طول الهضار المطلوب. طب يا دكتور لو سمحت، ايوه ما انا ممكن استخدم الفي نوتش في نهايه خزان الريكتانجل. ما انا بستخدم، ما هو الهضار في النهايه، ما هو الهضار زي ما احنا رسمناه هو في نهايه الخزان عشان المايه تخرج. هيبقى المعدل فانا هيبقى المعدل بسليم ولا الهضار عندي معين من الهضارات، يبقى اللي هو ريكتانجل يعني هضار سنه مساوي ده ريكتانجل، معدل التحميل بتاعه 450. لو هو في نوتش معدل التحميل بتاعه المسموح به 600 متر مكعب لكل متر مربع في اليوم. ده سواء طيب ريكتانجل او دي او سيركل عادي. ما لوش دعوه بنوع الخزان، انا بتكلم على الهضار نفسه. انا قلت هعدل لك الجزء ده، يعني هي بس السطر ده في اللي هو موجود هنا اخر سطر فور في نوت شوير، بدل سيركلر هتبقى فور في نوت شوير. طيب عشان نفهم الكلام ده عاوزين نرجع الرسمه كده. الرسمه اللي احنا شايفينها بالنسبه للسيركل، هنبص نلاقي الهضار موجود على ايه؟ على كامل المحيطات يمين وشمال، ده على كل محيط الخزان. طول الهضار هنا هيبقى ايه؟ اللي هو محيط الخزان اللي هو باي فاي. طب بالنسبه للهضار اللي هو موجود على الخزان اللي هو الريكتانجل، هنلاقي واحد اثنين ثلاثه اربعه وواحد في الاخر. طب انا ما اتفقتش باللي هو اللي في الاخر ده ليه؟ لان انا قلت طول الهضار بتساوي ايه؟ التصرف على الحمل المسموح به. طلع لي طول الهضار 50 متر، عرض الخزان زي ما قلنا كام؟ الريكتانجل 12. طب انا بقيت ال 50 اوديهم فين؟ يبقى بعمل هضارات متوازيه تجمع، يبقى عملت كل الهضارات دول ثلاثه تانيين في اثنين ثلاثه في اثنين اهم، دول ايه؟ متوازيين للهضار بحيث ان انا اجمع ال 50 متر. يبقى ده بنسميها الوير اوتلت. في مساله فيها حساب الهضار وهتشوفوا الحل بتاعها. هنيجي بعد كده عاوزين نصمم الجزء بتاع السلات جوب اللي هو حيز الراس، على اساس ان حيز الراس ده بيجمع كميه، الكميه ديت بجمعها 6 ساعات او 8 ساعات وبعدين اسحبها، يعني 8 ساعات او 12 ساعه وابدا اسحبها. طب هو يبقى لازما الحجم بتاع السلات جوب ده كافي لتجميع الراس، فانا بجيب حجمه ازاي؟ بقول الفوليوم اوف سلات جوب بيساوي الكيو ديزاين اللي هو التصرف اللي هي ديزاين فلو ريت اللي هو التصرف التصميم مضروبه في اس اللي هو تركيز المواد العالقه الداخله اللي هي الجرام لكل متر مكعب، ودي بتبقى معروفه بالنسبه للميه. يعني انا باخد الميه بحللها بيقول لي تركيز المواد العالقه فيها كذا ملي جرام على اللتر، كذا بارت بالمليون، كذا جرام على المتر مكعب. الار دي اللي هي الموفل افشنسي، الخزان ده انا عاوزه بيزيل كام من الرواسب دي؟ بيزيل مثلا 90 95%، دي بنسميها ايه؟ اللي هي الموفل افشنسي بتاع الخزان. الام معدل
الريت اوف تانك ديسلارجنج اللي هو معدل تفريغ الخزان، بفرغ بقى الاستاد جوبر ده كم مره؟ قلنا ال 12 ساعه مثلا، يبقى 2 أو 3 مرات. يبقى انا لو بفرغ مثلا كل 8 ساعات يبقى 3 مرات، يبقى ام بتساوي 3. لو بفرغ كل 12 ساعه يبقى عدد مرات التفريغ 2. الان عدد الخزانات، يعني انا صممت بقى قلت له 4 خزانات ترصيب، يبقى انا بحسب حجم الحيز الراصب لخزان واحد، يبقى بقسم على ان. اللي هو الدبليو سي دي الووتر كونتنت، ودي اللي انت سالت عليها او الزميل لكم سال عليها في الاول، قال لي هي الرواسب دي رواسب بس؟ لا، الرواسب بقى لها محتوى، وديت الووتر كونتنت ده من 95 ل 98%، يبقى السلاج كان من 2 ل 5%، يبقى محتوى الميه في السلاج. الجاما اس اللي هي السبيسيفيك ويت اوف سلاج اللي هو الوزن النوعي للرواسب، وبنضرب 10 بالـ6 عشان الوحدات. يبقى ده من العلاقه ديت احنا بنجيب حيز الرواسب، جبنا حيز الرواسب وعاوزين نصممه بقى. طب هنصمم حيز الراس، جبنا الحد. بالنسبه للخزان الجزء اللي فوق ده عباره عن ايه؟ منشور قاعده من فوق L1 وL2، والعرض بتاعه بي اللي هو تقريبا عرض الخزان وارتفاعه اتش. يبقى الحجم هيساوي L1 زائد L2 على 2 اللي هو المتوسط في اتش في بي. بنفرد بقى اتش ونفرد L1 او اي حاجه ونجيب الابعاد بتاعه. بالنسبه للسيركولر بيبقى على شكل منشور او مخروط دائري، الحجم بتاعه الاريا افريج عندي فاي 1 وفاي 2 اللي عباره عن جيب اريا 1 واريا 2 على 2، وفاي 1 من 2 ل 3، فاي 2 من 1 ل 2. ونبدا نجيب الاتش، لو فرضنا فاي 1 وفرضنا فاي 2 نجيب الاتش وهكذا. يبقى دي طريقة تصميم حيز الراس. السرعة الأفقية اللي هي الفي هوريزونتال، ما احنا قلنا لها حدود الديزاين كريتيريا بتقول ان الفي هوريزونتال اقل منها يساوي 3/10 متر على الدقيقة. يبقى الفي هوريزونتال لو هو خزان ريكتانجل هيساوي ايه؟ الكيو تصرف على مساحة المقطع اللي بيمر فيه التصرف اللي هو في العمق، وده المفروض نعمل تشيك وانها اقل من او يساوي 3. طب بالنسبه للسيركولر تانك انا بحسبها دي سرعه قطريه فبنسميها في ريديال، عباره عن التصرف في مساحه المقطع اللي بيمر فيه اللي هو هناخد محيط الخزان اللي هو باي فاي في العمق، والمفروض ان السرعه دي 10/10. يبقى دي طريقه حساب الايه هوريزونتال فيلوسيتي على السرعه القطريه دي تهمني في ايه؟ ما احنا قلنا ما هي نفسها السرعه الافقيه، بس في الخزان الريكتانجولر السرعه ماشيه من اول الخزان لاخره. بالنسبه للخزان الدائري المايه ماشيه منين؟ من منتصف الخزان لحد الهضار، فبنسمي المسار ده مسار قطري. طب برضه هي نفسها هي في هوريزونتال، بس هي المفروض ان بتبقى كام؟ بنحسبها، عشان نحسبها نحسبها ازاي؟ التصرف على مساحه المقطع اللي بتمشي فيه، مساحه المقطع اللي هو هناخده دايره محيطها باي فاي وعمقها اسطوانه وعمقها دي، فادتني الايه؟ مساحه المقطع اللي بيمشي فيه واقسم على التصرف عليه يديني السرعه المفروض انها اقل من 3/10. بعد كده الروتيشنال سبيد اوف سلادج سكرابر، سرعه دوران السلادج او سرعه السلادج سكرابر اللي هي كثيحه السلادج. لو هو ريكتانج هي بتمشي بسرعه 2 متر في الدقيقه، يبقى زي ما قلنا اللوح ده جنزيرين شايلينه والجنزير بيتحرك، فاحنا ما بنحسبش باللفات بقى، بنحسب سرعه اللوح نفسه. اللوح كام؟ 2 متر في الدقيقه. فبالتالي يعني تخيل دي بقى ان السرعه قد ايه. طب ما مش سريعه ليه؟ لان لو سريعه هتعمل برضه تشتيت للجزيئات وتتقلب مع الميه، او ممكن تعمل تقليب للميه والجزيئات تطلع مع الميه، فبالتالي يبقى عمليه الترسيب فشل.
طب بالنسبة للسيركولار تانك، قلنا ده عبارة عن كوبري بيجيب له سرعة دورانه في الساعة، فالكوبري ده بيلف لفتين اتنين روتيشن بير اور كل ساعة، يبقى احنا بنحافظ على السرعة بطيئة بحيث ان ما اول حاجة ما تعملش تقليب للمية في الخزان، ما تعملش تشتت للجزيئات بحيث انها تخرج مع المية. الديسلاجنج تايم، في بعض الناس بقى لو عاوز يصمم ماسورة سحب الرواسب اللي هي من السلادج اوفر، طبعا انا بسحب الرواسب في وقت قد ايه؟ من 10 ل 20 دقيقة، يبقى انا اقسم حجم الرواسب على وقت السحب يديني التسرب بتاع سحب الرواسب. الفلوستي بتاع السلادج باي ماسورة السحب من 1 ل 2 متر على الثانية، يبقى دي فبالتالي انا كيو بتساوي الايه في الفي، اجيب مساحه المقطع اللي هي بتاعه سحب الرواسب. تصرف ماسوره الرواسب بيساوي حجم حيز الرواسب على زمن السحب اللي هو مثلا 10 15 20 دقيقه، اداني التصرف اقسمه سرعه التصرف اللي هي من 1 ل 2 متر او 1.5 متر على الثانيه، فبالتالي جبت قطر الماسورة. قطر الماسورة أقل قطر الماسورة سحب الرواسب 200 مللي، يبقى دي الايه تصميم ماسورة سحب الرواسب. يعني هنبدأ بقى رقم 3 اللي هو الكلاري فراكوريتور، هنخليه بقى المحاضرة الجاية عشان ايه ما نتقلش عليه. في المحاضرة اللي انا منزلها في كذا مثال محلول، وهيبقى يتحلل لكم المسائل بتاع الشيت في السيت، فهمكم انا برضو هنزل لكم كذا ايضاح للمخرج لو موجوده ان شاء الله. ايه يبقى هنقف بقى على الجزء ده، والجزء المره الجايه نكمل ايه الكلاري فلاكوليتور اللي هو الخزان السيدمنتيشن مع الفلاكوليشن. بالنسبه للجزء اللي قلناه قبل كده، في اي استفسار او في اي سؤال؟ الميد ترم بس الميد ترم زي ما احنا حددنا المره اللي فاتت اللي حضر المحاضره، احنا قلنا له هنجيب مساله من البوبوليشن او التصرفات من الشيت الاولاني، المساله الثانيه بتاع الانتيك طبعا قلنا في مساله اساسيه، يا اما هيبقى بايب يا اما هيبقى شور انتيك، هنقول لك وهتبقى صريحه يعني مش هنلخبطك في الاختيار. و الجزء الثاني هيبقى مساله بقى عن الالم سوليوشن تانك والرابيد ميكس، يبقى ده اخر حاجه يعني ايه هنقف عندهم على سنكم، دول اخر حاجه خدتهم في السكاشن، مع جزء نظري يعني حاجه صغيره مثلا ايه العوامل اللي بيتوقف عليها اختيار الانتيك، انواع نوع الانتيك، مكان الانتيك وهكذا، او العوامل اللي بتاثر على الكونسبشن ووتر كونسبشن بوبوليشن انكريز، يعني عندك البوبوليشن انكريز فاكتور افكتنج بوبوليشن انكريز او الفاكتور افكتنج ووتر كونسبشن، عندك الفاكتور افكتنج سيلكشن اوف انتيك لوكيشن مكان الانتيك، او الفاكتور افكتنج على اختيار الانتيك تايب، يعني دول الاربع حاجات هيجيب لك منهم حاجتين مثلا. تمام يا دكتور، ماشي، وحل اللي انت تعرفه الاول وما تاخدش مساله الانتيك تضيع فيها الوقت كله، يعني حل بقى الحاجات السهله والانتيك دي خليها للاخر، حل وارسم لو مطلوب رسم ارسمه ابسط حاجه ومفيش وما تعقدش نفسك في الرسم، تبقى اخر حاجه تعملها. تمام، شكرا يا دكتور. ماشي، في اي استفسار تاني؟ دكتور، هي المادة من كام وأعمال السنة من كام والفاينل من كام؟ المادة من 125، أعمال السنة من 40، شاملة امتحان ميد ترم 20 والحضور والسكاشن 20، امتحان آخر السنة من 85. تمام يا دكتور، ماشي، في أي استفسارات تانية؟ شكرا لحضرتك.
ماشي، شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
ده يا جدعان خروجه يا جدعان. معلش اصطبح بقى يا ابني بقى. لا طب اخويا حبيبي
يلا يا ابني اطلع.